كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وده في إطار الاحتفالات لمصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء. وبعدها توجه سيادته إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد، سلام زنا. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.